الدر العاشر مباشره من مدينه المحمديه. كيف ما كنتم على مشاهدينا الكرام من بعد الكارثه ديال كما قلنا البلاصه ديال الواد الذهبي، يعني كما قلنا الوداديه فضيحه من العيار الثقيل، يعني كما كنتم مره اخرى الناس تجمعوا وغيتكلموا على شنو واقع اليوم. استاذ اش وصلت القضيه ديال الواد الذهبي وفين وصلت القضيه؟ كنشكرك مرة أخرى على الحضور ديالك معنا باش توصل الصوت ديال هاد الإخوان المتضررين من هاد الودادية الواد الذهب واللي الزمن ديالها ديال 40 سنة. اللي كاين أخي الجديد اللي كاين هو من بعد واحد المعاناة الطويلة من 2020 إلى حدود الآن كناديو بجمع عام، وأخيرا استطعنا نوصلوا بواحد الاعلان ديال الجمع العام. قبل ما يعلقوا هذا الاعلان ديال الجمع العام كانوا كيقولوا لنا حنت المده الزمنيه ديالهم بعدا باش نتشير ليها انتهت نهار 16/6/2024، وهذه المده الزمنيه اللي كانوا فيها هما اللي كيقولوا خمس سنين. من بعد كانت واحد الشكايه في المحكمه استطعتنا نتوصلوا بوثائق انا اقول مزوره، حيت ديسينياتور لا تهم جمع العام، وكيقولوا بان هاد الناس حضروا الجمع العام وانتخبوا هاد المكتب. هو ما في الحقيقه ما كاين لا حضور لا جمع عام لا حتى شي حاجه. واخا استاذ اسمح لي غادي نقاطعك باش نقرب المشاهدين اكثر، ما كانش قررنا شحال انتم يعني العدد ديالكم ديال المخالطين في هذه الوداديه هذه بصفه عامه. لو نومبر العدد اللي غادي نقول لك اللي على حساب الهضره ديالهم كيقولوا 1400. دابا 1400 من نهار تخلقات ما عمرنا شفنا هذا العدد، هذه اقوال كيقولوها هما، والصحيحه او خاطئه الله اعلم، ما يمكنناش يحكموا فهاد القضيه. نرجع للكلام ديالي، من بعد ملي توصلنا بوثائق دلاو بها عند الشرطه القضائيه في البحث ديالهم لقيناهم دلاو بدي سينياتور لا تهم جمع العام، وكيقولوا هاد الناس راه حضروا جمع عام وبمحضر ما حضرش شكون اللي دايروا كاتب عام ديالهم. اذا اشطرا حضروا ثلاثه الناس، كاتب العام امين المال والرئيس، وداروا محضر ديال الجمع العام وحطوه لهاد القائده، والقائده عطاتهم وصل لمده خمس سنوات. دابا هاد المده ديال خمس سنوات الوصل خمسة سنوات غادي يكمل لو 6/6/2024. ها المده كملت. كنندو قلنا لهم واخا مدتو ديالكم وصلت الوضع ديال الجمع عام عطاونا جمع عام. كنلحوا عليهم مرارا وتكرارا كيقول لك وبلاتي نتسناو، حتى دابا ما يقدوش يصوروا شي حاجه ولا قال لك بلاتي نتسناو الناس يدخلوا بالخارج من الخارج. حنا كنتفاجئوا دابا داروا اعلان جمع عام وما كيتسناو الناس يدخلوا من الخارج، دايرين فيه حتى النهار 28/8/2024. ولكن اسمح لي يعني بالنسبه للاعلان ديال العموم المخالطين ديال جمع العام، فكما كنعرفوا خاص يكون اجتماع بين المخالطين هما اللي غيحددوا المعلن غير اسمكم انتوما. خصنا نلقاو اذن صاغيه بعدا باش تجاوبنا على الاسئله ديالنا، عاد نعطيو الراي ما يمكنش نعطيو لهاد الاشخاص اللي كاينين، ما يمكنش تعطي الراي ديالك. حاولت انكم تتواصلوا مع الرئيس ديال الوداديه هذه. تواصلنا بغينا نحاولوا نتواصلوا معاه مرارا وتكرارا والجواب بالرفض. وما كيجيش دابا راه ما كاينش، والمره الفايته راك تحضرتي معنا وهو ما كاينش. ها هو دابا ما كاينش، دابا التحديد ديال الجمع العام نهار 28/8. وهما كيقولوا كيتسناو الناس ديال الخارج، الناس ديال الخارج هما داخلين دابا. واحد السيده راه غادي تعاود لك المعاناه ديالها، هما داخلين دابا وغادي يمشيو، كاين اللي غيمشي في الاخر ديال هذا الشهر 7، كاين اللي في لي ديبي ديال اوت، باش الناس كتبريباري لا رونتري سكولير اللي غتكون في شهر 9، اذا ما كاينش الوقت. والجمع الاعلان ديال الجمع العام اللي دايرين الغريب في الامر واللي مضحك، لا وقت ولا مكان، لا مكان ولا زمان. فين غيجتمعوا هاد الناس؟ ومعاش وفي المكان. هادشي كيبان لكم ممكن يدار هاد الجمع بهاد الصفه هادي؟ اسمح لي بغينا نعرفوا شنو دير بهاد الناس هادو كاملين اللي جاو هنايا وكيعانيوا هاد المعاناه مع هاد الناس. هو التسيير كان خاطئ من الديبار ديالو، المكتب اولا التاسيس ديالو كانوا واحد ناس قلال فئه قليله وحاولوا يديروا مكتب، وهذاك المكتب السير ديالو خاطئ لحد الان، والناس عاطيه فلوسها وبغات تطمئن على فلوسها وبغات تطمئن على الارض ديالها اين هي. واخا استاذ يعني
بزاف ديال الناس كانوا كينتقدوا على في اللايف اللي درنا مؤخرا، قال لك نتوما اللي كتسبوا هذا المكتب هذا، علاش انتخبتوا عليه المره الاولى؟ وشكون اللي انتخب على هذا المكتب النهار الاول؟ كيما قلت لك يا اخي ما كاين لا انتخاب لا والو، انا قلت لك التكوين ديال المكتب في التسعينات في الاول كانوا اشخاص جمعوا حاولوا يديروا واحد المكتب، قالوا باش نجهزوا الارض المنخرطين، لا ارض لا والو، الناس راهو هما اللي شارينها ومخلصين فلوس الجيز، اش غيديروا هما؟ غيسهروا على الجيز وخذوا فلوسهم. كنقول لك تسيير خاطئ من البدايه، هذه في عقليه هي اللي دارت ذاك المكتب. حنا ما قلنا ما كاين حتى مشكل، من بعد كاين قانون ديال الوداديه، دا القانون الداخلي والقانون الاساسي كان على الاقل يتبعوه، كان مده 3 سنوات يدرج معهم، ما عمره دار. ومن بعد دابا ولينا كنسمعوا 5 سنوات. دابا المشكل ما عندنا لا تقرير مالي لا ادبي لا حتى شي حاجه، ما عارفين فلوسنا ما عارفين حتى شي حاجه. واخا استاذ نسال اخر توجه الناس المسؤولين ديال الوداديه هذه والناس المسؤولين ديال مدينه المحمديه. اللي غنقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله في هاد الناس في هاد المنخرطين اللي كانوا كانوا في عز شبابهم يوم اشتروا الارض. الى دورتي الكاميرا على الناس ولاو شيوخ، كاينين الاكثريه ديالهم ابنائهم الناس توفات، وهاد لا حول ولا قوه الا بالله. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مباشره من مدينه المحمديه ديال الواقع اللي واقع على الناس هادو، الى هنا مشاهدينا غلاصه لنهايه البث على امل نلقاكم بعد قليل بث مباشر اخر. شكرا والى